سيدنا يفتك، احنا دايما بنتسأل السؤال، دير الست العذراء دايما مشهور بكلمة محرق، ليه أطلق عليه محرق؟ وطبعا عايزين كمان نسمع من يفتك، يعني احنا دايما بنقول للناس اللي كله يقول لك انا معلش ما جاتليش فرصة ازور القدس، بنقول لهم ان احنا عندنا في مصر يعني دير المحرق ده يعني جزء الأماكن المقدسة اللي يزورها كأنه زار فعلا زار أورشليم يعني. فنيفتك معلش تكلمنا أول يعني إيه دير المحرق، ليه أطلق عليه كده، وادينا بقى نبذة كده عن أهمية والمذبح اللي تأسس في دير المحرق يعني. ماشي ابونا. طبعا احنا الدير اللي فيه اسمه دير السيدة العذراء المشهور بكلمة المحرق، وكلمة المحرق دي تحريف لكلمة اسمها المحروقة او المحرقة. وطبعا سبب تسمية الدير بالاسم ده بيقولوا فيه سببين، يعني ممكن السبب الاول ان كان فيه نباتات بتنمو في المنطقة ضارة يعني ملهاش قيمة، فكانت تتجمع أكوام كده ويحرقوها، فسموا المنطقة اللي فيها المكان الدير بالمحرقة أو المحروق. في رأي تاني بيقول إن كان المكان اللي فيه الدير يعني قديما طبعا الكلام ده، النبات المزروع أو الزرع المزروع فيه كانت المية أحيانا تنحصر ما توصلهوش، فلما الزرع ما يشربش مية يحصل له نوع من التحاريق او ينشف يعني كده، فسموها برضه بالمنطقه المحروقه او المحرقه. من هنا جت تسميه المحرق، سواء كان بسبب ان الزرع الموجود في المكان يتحرق من عدم الشرب، او كانوا بيجمعوا النباتات الضاره اللي هو بيسموه نبات الحلفه وكان يحرقوه في المكان فسموا المنطقه بالمحرقه او المحروقه. طبعا والكلام ده يعني حاجات قديمه يعني، مش فالاسم المحرق ده من فتره يعني، لكن هو طبعا اسمه دير العذراء بالمحرق، وطبعا بنسميه القدس الثاني. وتاريخ الدير يا حبايبي يرجع مش لبداية ميلاد السيد المسيح ومجيء العائلة المقدسة ليه، لا ده هو عاوز أقول لكم في أشعياء النبي لما قال الكلام ده في القرن الثامن قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح بحوالي أكثر من 700 سنة، قال كده: للرب مذبح في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. فعلا يا أحبائي الآباء فسروا الآية دي إن هذا الكلام ينطبق معنويا وحرفيا على مذبح الكنيسة الأثرية بدير المحرق، لأن فعلا المكان يتوسط أرض مصر، وهذه الآية تنطبق عليه طبعا فعليا يعني. طبعا أشعياء النبي لما قال للرب مذبح في مصر أو في وسط أرض مصر ده كان كلام لا يقبله أي يهودي طبعا، على أساس إن المذبح هو في أورشليم ومفيش ذبيحة تقدم خارج أورشليم، المذبح اللي في الهيكل. طبعا كان أشعياء يقصد إن هو إذا كان يعني المذبح المسيحي في مصر، ولكن تنطبق هذه الآية على مذبح الكنيسة الأثرية في دير المحرق. وطبعا زي ما قلت قدسك يعني، يمكن البابا شنودة مرة سألوه قالوا له عاوزين نروح القدس، قال لهم طب ما احنا عندنا أماكن مقدسة، الدير المحرق هو القدس الثاني. طبعا الكنيسة الأثرية هي نفس البيت اللي عاش فيه السيد المسيح، ولما قعد في المكان طبعا في وقت مجيء السيد المسيح هو كان بيت مهجور كده يعني، حاجة مبنية بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد، حاجة بدائية بسيطة جدا. في هذا المكان عاشت العائلة المقدسة 6 شهور و5 أيام، ودي كانت آخر محطة ليهم في أرض مصر تقريبا. ومنها جاءهم أمر الملاك لما قال ليوسف قم وخذ الصبي وارجع تاني لأرض إسرائيل، فرجعوا وسكنوا في الناصرة. فالأمر صدر ليوسف من المكان اللي هو فيه الدير المحرر حاليا إنه يرجع تاني، فرجعوا من هذا المكان. أهمية المكان يا حبايبي بنقول عليه القدس الثاني، لأن طبعا السيد المسيح إذا كانت الرحلة كلها في أرض مصر خدت حوالي 3 سنين ونص، في دير المحرق قعدوا 6 شهور و5 أيام، أو ممكن نقول 100 185 يوم، وطبعا دي يعني فترة طويلة أو أطول فترة قعدتها العائلة المقدسة في مكان. من هنا يعني المكان أخذ أهميته، إن السيد المسيح باركه وعاش فيه هو طفل، وطبعا العذراء ويوسف النجار وكان معهم سالومي،
فعشان كده بنقول إن الدير المحرر هو القدس الثاني. وطبعا أنا يعني يسعدني ويشرفني طبعا إنكم تجوا وتزوروا المكان، ومكان يعني القدس الثاني طبعا، كل أعتقد كل الناس تتمنى إنها تزور هذا المكان. ده فكرة عن الدير يعني. فهو أساس الدير الكنيسة الأثرية، اللي هي البيت اللي عاشت فيه العائلة المقدسة، والمذبح بتاع الكنيسة الأثرية هو فيه الحجر اللي قعد عليه السيد المسيح، واللي احنا بنصلي عليه كل يوم طبعا قداس. وحتى يمكن كمعلومة أقولها برضو، إن الصلاة في الكنيسة الأثرية لازم يبقى باللغة القبطية، ولازم كل يوم يبقى فيه قداس، على أساس فيه تقليد بيقول إن الذبيحة لا تنقطع من على مذبحي. يعني في الكنيسة الأثرية بنصلي كل يوم قداس، ما عدا الأيام اللي هو ما فيهمش قداسات في السنة، ودول معروفين للكل. في أسبوع الآلام يعني مش بنصلي الاثنين الباسخة ولا الثلاث ولا الأربع ولا الجمعة العظيم، دول الأربع أيام اللي هم في السنة بس ما نصليش في الكنيسة الأثرية. لكن باقي الأيام كلها لازم يبقى كل يوم في قداس. وزي ما قلت ده طقس واخدينه أو تسليم من الآباء، إن يكون القداس باللغة القبطية، وينطبق عليه قول أشعياء طبعا زي ما قلت: للرب مسبح في وسط أرض مصر.